ازيك يا شباب؟ دلوقتي هنتكلم على تاني درس عندنا في المنهج اللي هو الالكتريك فورس. الالكتريك فورس اللي هي القوة الكهربية، من اسمها كده معناها ان انا بدرس الفورس اللي ما بين التشارجز، عشان التشارجز هي اللي بتعمل الالكتريسيتي او الكهرباء. طيب انا عندي اساسا كام نوع من انواع التشارجز؟ قال لك عندي البوزيتيف تشارج والنيجاتيف تشارج. طيب لو انا حطيت تو تشارجز جنب بعض، المفروض انه بيحصل ما بينهم فورس. نوع الفورس ده بند على نوع الشحنات. لو انا عندي تشارج مثلا بوزيتيف تي كيو 1 والنيجاتيف كيو 2، وانا عندي التو تشارجز دول حطهم جنب بعض، المفروض انه احنا عارفين هيحصل ما بينهم اتراكشن فورس. طب الاتراكشن فورس هتحصل ازاي؟ يعني تشارج كيو 1 هتاثر على التشارج كيو 2 وتزقها او تشدها ناحيتها بفورس جايه من التشارج الاولى على الثانيه، من اف من كيو 1 لكيو 2، فعشان كده بسمي الفورس اف 1 2. والكيو 2 هتاثر على كيو 1 وتشدها ناحيتها بفورس جايه من 2 على 1، فبنسمي الفورس اف 2 1. طيب لو انا جبت تشارج بوزيتيف سميتها كيو 1 وتشارج بوزيتيف سميتها كيو 2 وجيت حطيتهم جنب بعض، المفروض ايه اللي هيحصل ما بين الاثنين؟ قال لك هيحصل ما بين الاثنين ريبالشن فورس. طيب الريبالشن فورس ده بيحصل ازاي؟ المفروض انه كيو 1 هتاثر على كيو 2 وتزقها بعيد عنها بفورس جايه من 1 على 2، فبسميها اف 1 2. وكيو 2 هتأثر على كيو 1 وتزقها بعيد عنها بفورس جاية من 2 إلى 1، فالفورس اسمها F2. نفس الكلام لو أنا عندي نيجاتيف تشارج كيو 1 ونيجاتيف تشارج كيو 2 وحطاهم قريب من بعض، فالمفروض إيه اللي هيحصل؟ هلاقي إنه كيو 1 هتأثر على كيو 2 وتزقها بعيد بفورس جاية من 1 على 2، وكيو 2 هتأثر على كيو 1 وتزقها بعيد بفورس جاية من 2 إلى 1. طيب ايه الكونكلوجن اللي احنا نحصل عليه من الكلام ده؟ بنحصل على انه الفورس بتاعتي ما بتعتمدش على نوع الفورس، لا ما بيعتمدش على لا هو مش نوع الفورس، كمان الفورس اللي انا بجيبها وانا بحل السؤال ما بتعتمدش على انا بجيبها ما بين شحنتين نوعهم ايه، اذا كانوا الاثنين زي بعض او عكس بعض، ما بتعتمدش على نوع الفورس اللي هي اتراكشن او ريبالشن. يعني مش مهم عندي ان انا اعرف الفورس بتاعتي هيحصل اتراكشن او ريبالشن، ومش مهم عندي ان انا اعرف التو تشارجز دول نوعهم ايه. طب انا ايه المهم عندي؟ قال لك المهم بالنسبه لي اعرف مين بيأثر على التاني، يعني تأثير الفورس جاي من مين على مين. طيب هعرف منين؟ برضو دايما في السؤال بيقول لي find the electric force on a charge Q1، دايما اللي تشارج اللي هو عايزني اجيب عندها الفورس هي دي بالنسبه لي بسميها التست تشارج، الشحنه المدروسه او الشحنه اللي انا بدرس عندها الفورس. طب وبالنسبه لي الشحنات اللي حواليها بتبقى هي السورس تشارج، هي الشحنات السورس، هي المصدر، هي اللي في ايديها لجام الامور، اللي بايديها يا تشد الشحنه ناحيتها يا تزق الشحنه بعيد عنها. فانا مهم عندي قوي وانا بقرا اي سؤال اعرف مين الشحنه اللي بتاثر ومين الشحنه اللي بتتاثر، وفي اي سؤال دايما الشحنه اللي بتتاثر دي الشحنه اللي هو بيبقى طالب عندها الفورس. اما بيجي يقول لي سؤال find the electric force on a charge كذا، اعلم على اللي تشارج كذا دي في السؤال، لانه هي دي اللي تشارج اللي بقدر ان انا اجيب عندها الفورس اللي انا بسميها التست تشارج. طيب الفاليو بتاعت الفورس دي بتساوي ايه؟ قال لك الفورس دايركتلي بروبورشنال مع التشارج. معروفه ان انا وانت واحنا بنتخانق مع بعض كل ما الماس بتاعتنا كبرت كل ما الفورس ما بيننا كبيره، وبالتالي الفورس دايركتلي بروبورشنال مع التشارجز، لانه نفس اللي بيحصل ما بين البارتيكلز ما بين الاجسام بيحصل ما بين الشحنات، كل ما زادت الفاليو بتاعت التشارج كل ما زادت الفورس ما بين الاثنين. تاني حاجة الديستنس، كل ما الديستنس ما بين التو تشارجز صغرت كل ما الفورس ما بينهم كبرت، يعني الفورس انفرس بروبورشنال مع الديستنس بتوين التو تشارجز. طيب مين ثابت التناسب الكونستانت بتاع بروبورشنال اللي بيربط الدنيا دي ببعضها؟ قال لك الكي، الكي دي هي كولوم كونستانت، ده كونستانت بيبقى جيفن، هو بيبقى مديهوني في السؤال، الفاليو بتاعته 9 تايمز 10 باور 9. Q1 وQ2 دي الفاليوز بتاعت التشارجز، ال R هي الديستنس بتوين التشارجز، R يونت فيكتور ده R هات اللي هي اليونت فيكتور. طب ايه لازمة اليونت فيكتور يا باشمهندسة؟
قال لك اليونت فاكتور الفورس انا عارفه انها فاكتور، يعني لازم بيبقى رقم مضروب في الاي والجي والكي. طب الاي والجي والكي دي انا بجيبها منين؟ قال لك بجيبها من حساب اليونت فاكتور بتاعي، انا بجيب الار هات من اليونت فاكتور بتاعي. تمام كده؟ طب الناس اللي عندها مشكله في حساب اليونت فاكتور، نرجع للفيديو اللي فات اللي احنا شرحنا فيه الفاكتورز وان انا ازاي اساسا اجيب اليونت فاكتور عندي. نبدأ نشوف الأسئلة ونشوف بنفكر في الحلول إزاي. أول سؤال عندي بيقول لي إيه؟ بيقول لي إن أنا عندي تشارج، بيقول لي عندي 3 تشارجز، 3 شحنات each of magnitude 3 نانو كولوم are at separate corners of a square of side 5 سنتيمتر. The two charges at opposite corner are positive and the other charge is negative. يعني ايه؟ انا عندي اول حاجة عندي سكوير، السكوير دون فيه 3 شحنات موجودين على الكورنرز، كل الشحنتين اللي قصاد بعض positive والشحنة الباقية اللي لوحدها negative، يعني باين قوي انه شكل توزيع التشارجز هيبقى كده. وليكن Q1 اللي فوق دي اللي هي ب3 نانو كولوم، وQ2 اللي هي نيجاتيف ب3 نانو كولوم، والكيو 3 اللي هي البوزيتيف ب3 نانو كولوم. وهو قايل في السؤال ان السكوير بتاعي السايد بتاعه 5 سنتيمتر، يعني كل ضلع من اضلاع المربع ب5 سنتيمتر. هو عايز ايه بقى؟ فايند ذا ماجنيتيود، عايز المقدار اوف ا فورس بتاع القوه اكزيرتد باي ذيس تشارجز، المؤثره بواسطه هذه الشحنات اون ا فورث تشارج، بواسطه هذه الشحنات على الشحنة الرابعة اللي الفاليو بتاعتها 3 نانو كولوم ومكانها at a remaining corner في الكورنر اللي باقي ده اللي هي Q4 equal 3 نانو كولوم. طيب أنا علشان أتعامل مع أي سؤال يجيني في الفورس، الأسئلة كلها نفس طريقة الحل، نفس سيكونس التفكير، الاختلاف الوحيد بيبقى في الأسئلة في شكل الرسمة اللي هو بيبقى مديها لنا في السؤال. طيب ايه الستبس يا باشمهندسه اللي انا لو مشيت عليها اقدر احل اي سؤال في الدرس بتاع الالكتريك فورس؟ صح ان شاء الله. اول حاجه انا بشوف السؤال بتاعي هو عايزني اجيب الفورس عند مين. هو عايزني اجيب الفورس عن Q4، بعلم على Q4 بتاعتي. طيب بعلم على التشارج اللي هو عايزني اجيب عندها الفورس اللي هي بالنسبة لي مين؟ Q4. طيب Q4 بالنسبة لي هي دي التست تشارج. طب بسأل نفسي سؤال، أنا حوالين Q4 في كام تشارج؟ في 3 تشارجز Q1 وQ2 وQ3، يعني المفروض إيه اللي هيحصل؟ يعني في فورس جاية من 1 على 4، وفي فورس جاية من 2 على 4، وفي فورس جاية من 3 على 4، يعني بكتب على جنب كده إنه الـ Q4 دي في طول السؤال بتاعي أيًا كان مين بيأثر عليها هي دي الفاينل بوينت بتاعتي. هي دي نقطة النهاية بتاعت الفورس. لو بجيب الفورس من 1 ل 4 فالفورس بادية من 1 ومنتهية عند 4، لو بادية من 2 ل 4 فبادية عند 2 ومنتهية عند 4، لو بجيب الفورس من 3 ل 4 فالبادية الفورس عند الشارج Q3 ومنتهية عند Q4. طيب احنا قلنا ان انا اول حاجة عايزة اعرف اماكن التشارجز بتاعتي، يبقى تاني في الستبس اول حاجة بحدد ايش التشارج اللي هو مديهاني في السؤال اللي عايزني اساسا اشتغل عندها اللي هو مين؟ اللي هي Q4. بسأل نفسي سؤال، هو انا Q4 دي حواليها كام تشارج؟ حواليها 3، يبقى انا عندي 3 فورسز. تالت حاجة بحدد اماكن التشارجز بتاعتي دي. طب بحدد اماكن التشارجز ازاي يا باشمهندسة؟ اول حاجة بختار مكان بسميه الاوريجين بتاعي، اي مكان عندك في الرسمة، يعني مثلا انا وانا بحل السؤال ده هسمي Q2 دي هي الاوريجين بتاعي. طب انا لما اسمي Q2 الاوريجين اسمي بقى باقي التشارجز بتاعتي بالنسبة للاوريجين بتاعي. لو انا همشي ل Q3 من الاوريجين همشي قد ايه؟ لقيت نفسي همشي 5 في الاكس بس 0 في الواي، يبقى 5 و0. طب لو انا عايزة اوصل ل Q1
همشي قد ايه في الاكس وقد ايه في الواي من الاوريجن، لقيت نفسي ان انا مش همشي حاجه في الاكس بس همشي 5 في الواي، فهتبقى 0 و5. طب لو انا همشي لحد كيو 4 همشي قد ايه في الاكس وقد ايه في الواي؟ همشي 5x و5y، يعني هتبقى 5 و5. يبقى تاني حاجه انا بحدد اماكن التشارجز بالنسبه للاوريجن اللي انا بختاره. طب هو انا يا باشمهندسه لازم اختار المكان ده؟ قال لك لا، اهم حاجه تخلي بالك وانت بتحط التشارجز مكانها. يعني مثلا لو جه حد فينا سمى Q1 دي هي الاوريجين، يعني انا لو هسمي كده انه Q1 دي هي الزيرو زيرو بتاعي. تعالوا كده نجرب ونشوف باقي التشارجز هتبقى ازاي. لو انا هوصل لQ2 من الاوريجين همشي ازاي؟ قال لك انت مش هتمشي حاجه على الاكس، يعني هتبقى زيرو في الاكس، بس هتمشي 5 لتحت. احنا لما بنمشي الفايف لفوق كده انا ماشي في اتجاه البوزيتيف جي، طب لما امشي الفايف لتحت همشي في اتجاه النيجاتيف جي، يعني هيبقى 5 ونيجاتيف 0 ونيجاتيف 5، وده كده الكوردينيت بتاع التشارج دي. طب لو انا عايزه اوصل لكيو 3 همشي ازاي من الاوريجين؟ قال لك هتضطر ان انت تمشي 5 في البوزيتيف اي وتنزل 5 في النيجاتيف جي، فهتبقى 5 في الاكس ونيجاتيف 5 في الواي ونيجاتيف 5 في الواي. طيب انا لو عايزه امشي لكيو 4 من الاوريجين، طب انا عشان امشي من الاوريجين اللي هو 0 0 اللي بالاحمر ده لحد كيو 4 همشي ازاي؟ قال لك هتضطر ان انت تمشي 5 في اتجاه الاكس، بس مش هتضطر لا تطلع ولا تنزل، فهيبقى 5 و0. تمام كده؟ يبقى دول كده الاماكن بتاعت التشارجز. نفس الكلام لو جه حد اختار الاوريجين هنا براحتك، اهم حاجه اختار الاوريجين في المكان اللي انت عايزه، بس تحط لي اماكن باقي التشارجز صح، ده المهم بالنسبه لي. طيب نيجي بعد كده نمسح بقى اللي احنا كتبناه بالاحمر ده عشان ما يلخبطناش واحنا بنحل. نسأل نفسنا سؤال، انا اقول احنا لسه سألينه، هو انا حوالين الكيو 4 في كام تشارج؟ لقينا انه في 3 تشارجز، يعني الفورس اون اكيو 4 هي الفورس من 1 ل 4 بلس الفورس من 2 ل 4 بلس الفورس من 3 ل 4. نجيب كل واحده لوحدها، هجيب الاف من 1 ل 4 الرول بتاعها كي كيو 1 كيو 2 على الار سكوير في الار يونت فاكتور. الكي كونستانت، Q1 و Q4 هو مديهاني given، الR هي ال distance between the charges. أكتر مشكلة بتواجه الناس هي حساب مين؟ حساب ال unit vector بتاعي. طيب ال unit vector بتاعي ده أنا أجيبه إزاي؟ تعالوا نفتكر، أنا عايزة أجيب ال vector ال R unit vector من 1 ل 4، يعني 1 هي ال initial point بتاعتي و 4 هي ال final point. فأول حاجة هجيب الفاكتور اللي هو final minus initial 5 و5 minus 0 5، كده أنا هقول 5 final minus initial. بعد كده هنطرح 5 minus 0 5 في الاي و5 minus 5 ب 0 في الجي، يبقى 5 في الاي. طب الماجنتيود سكوير روت 5 سكوير ب 5. طب اليونت فاكتور اقسم فاكتور على ماجنتيود، فال 5 هتروح مع ال 5 هيبقى لي في اتجاه الاي. اهم حاجه يا جماعه اني قبل ما ابدا احل السؤال اجيب اليونت فيكتور لاي ستيب عندي. طب ليه؟ قال لك ده هيسهل علينا بعد كده الحل. اهو نعوض بقى، التعويض هيبقى تعويض مباشر. الكي 9 تايمز 10 باور 9، كيو 1 3 تايم 10 باور نيجاتيف 9 عشان بالنانو كولوم، كيو 4 3 تايم 10 باور نيجاتيف 9 عشان بالنانو كولوم، الار المسافه ما بينهم 5 سنتيمتر، يعني 5 في 10 باور نيجاتيف 2 عشان السنتيمتر لمتر سكوير، يعني 5 تايم 10 باور نيجاتيف 2 سكوير، والار يونت فيكتور انا لسه جايباها هنا اللي هي في اتجاه الاي. واحنا بنعمل سمبليفيكيشن يا شباب للسؤال، محدش يستنى دي لحد ما يجمع الاف 14 والاف 24 والاف 34 ويروح راصصها لي رصه واحده على الكالكوليتر، لازم الكالكوليتر هتهنج مننا في النص. طب الصح ايه؟ الصح ان انا دلوقتي بقى عندي جزء من الارقام اهو، اقدر ان انا احسبه ده كده لوحده على الكالكوليتر واشوفه هيطلع بكام. نحسب الحسبه دي كده على الكالكوليتر لوحدها، فالمفروض انها تطلع ب 3.24 تايم 10 باور نيجاتيف 5 في اتجاه الاي، ويبقى انا كده جبت الفورس من 1 ل 4. طيب نجيب الفورس من 2 ل 4، من 2 ل 4 يعني 2 هي الانيشال بوينت بتاعتي و 4 هي الفاينل بوينت بتاعتي. برضو قلت بعد ما بكتب الرول اول حاجه بعملها ان انا بجيب الار فيكتور،
بتجيب الار فيكتور ازاي؟ بطرح فاينل ماينس انيشال، يعني هتبقى 5 و5 ماينس 0 0، 5 ماينس 0 5 في الاي، و5 تاني ماينس 0 ب5 في الجي. طب الماجنتيود سكوير روت 5 سكوير بلس 5 سكوير ايكوال 5 روت 2. طب اليونت فيكتور اقسم فيكتور على ماجنتيود، يعني 5 على 5 روت 2 هتديني 1 اوفر روت 2 اي، و5 على 5 روت 2 هتديني 1 اوفر روت 2 في الجي. يبقى ده كده مين؟ ده كده الار يونت فيكتور من 2 ل 4. نفس الكلام هنرجع نعوض تعويض مباشر، الكي 9 تايمز 10 باور 9. نيجي بقى في النوت اللي انا قلنا في نوت كده نكتبها في الدرس ده، اللي هي خطوات حل السؤال. اي سؤال يجيني في الفورس بحله بنفس السيكونس. تاني حاجه برضو من ضمن التريكات اللي الناس بتقع فيها الساين يا شباب، انا دلوقتي الكيوهات دي انا مش حاطه لها ابسوليوت، يعني انا مش حاطه لها مقياس بحيث انه يطير لي النيجاتيف، فده معناه ايه؟ اني لما الشحنه تبقى بوزيتيف بنزلها بوزيتيف، ولما الشحنه تبقى نيجاتيف بنزلها بالنيجاتيف. تيجي الناس تعمل ايه بقى في الحل؟ بتركز على الفاليو كرقم وتنسى الاشاره بتاعت التشارج بتاعتي. فانا عندي الكيو 3 الكيو 2 دي ب 3 نانو كولوم كفاليو، بس هي اصلا شحنه ايه؟ نيجاتيف، فبعوض عنها نيجاتيف 3 تايم 10 باور نيجاتيف 9. الكيو 4 3 تايم 10 باور نيجاتيف 9. المسافه ما بين كيو 4 وكيو 2 بكام؟ هوصل اللاين ما بين الاثنين كده ونشوف. والله اللاين بتاعي دون طلع الهايبوتنس بتاع التراينجل، يعني اقدر اجيبه بايثاغورس سكوير روت 5 سكوير بلس 5 سكوير هيطلع معايا 5 روت 2. طبعا السكوير كله اضلعه بالسنتيمتر، فهتبقى 5 روت 2 تايم 10 باور نيجاتيف 2 سكوير. في برضو تركه هنا، مش دايما السؤال بيجي رسمته سهله ومباشره زي السؤال ده. ممكن في سؤال الناس ممكن هتشوفه في الدروس اللي جايه انه بيرسم لي سيركل بالمنظر ده، ويحط لي تشارج على السيركل من هنا، وتشارج على السيركل من هنا، وتشارج على السيركل من هنا، ويجي يقول لي انا عايزك تجيب الفورس مثلا على التشارج دي. فانا بقى بعمل ايه؟ بعوض كي في كيو على ار سكوير في الار يونت فيكتور. ودايما الناس بتعطل في سؤال زي ده انها بتوصل اللاين اللي ما بين التشارج دي والتشارج دي، وبعد كده تيجي توصل اللاين اللي ما بين التشارج دي والتشارج دي، وتقعد بقى تعصر دماغها. طب انا الرول اللي كان عندي في الجيومتري بيجيب لي الديستنس بتوين تو بوينت على سطح سيركل بيساوي ايه؟ طبعا هي ليها حل بالماث، بس انا علشان ما اقعدش افكر في الامتحان، والسؤال ده اساسا بيتحل في وقت كبير وما ضيعش وقت على حاجه ما ليهاش لازمه، اقدر ان انا اجيبها بخطوه سهله جدا. ان دايما مش احنا قلنا وانا بحل السؤال بكتب الرول، وبعد كده بجيب الار فيكتور، وبعد كده بجيب الار يعني الماجنتيود، وبجيب اليونت فيكتور، دايما الديستنس اللي انا بجيبها تحت دي هي نفسها الفاليو بتاعت الماجنتيود. يعني انا مش مستاهله ان انا اوصل وافكر انه دي هتتجاب بايثاغورس، لا خلاص انا بجيب عايزه المسافه ما بين 2 و 4، وانا لسه جايبه الماجنتيود من 2 ل 4، فخلاص هعوض عنه 5 روت 2. وطبعا انا عارفه ان السكوير بتاعي كله بالسنتيمتر، فهتبقى 5 روت 2 تايم 10 باور نيجاتيف 2 سكوير. والار يونت فيكتور اهي 1 اوفر روت 2 في الاي بلس 1 اوفر 2 في اوفر روت 2 في الجي. تمام كده؟ يبقى دايما في اي سؤال عندي المسافه اللي انا ببقى محتار اجيبها ازاي، او حتى لو انا عارف اجيبها عشان ما اضيعش وقت في الاجابه، الار دي هي عباره عن الماجنتيود بتاع الفيكتور اللي عندي. طيب نيجي بعد كده نكمل، نمسح الدايره دي عشان نعرف نكمل. طبعا انا دلوقتي بقى عندي رقم اقدر احسبه على الكالكليتر لوحده، الرقم اللي بره ده هيطلع معايا بنيجاتيف 1.62 10 باور نيجاتيف 5 في 1 اوفر روت 2 اي بلس 1 اوفر روت 2 جي. بعد كده باين قوي ان انا الرقم ده مضروب مره في 1 اوفر روت 2 اي ومره في 1 اوفر روت 2 جي، يعني في الاخر الفاينل انسر بتاعه الاف من 2 ل 4 هتبقى رقم في اتجاه الاي بلس رقم في اتجاه الجي، او على حسب، يعني دي عشان بالنيجاتيف فطلعت لي رقم نيجاتيف هنا ورقم نيجاتيف هنا. طيب نخش على الفورس من 3 ل 4.
الفورس من 3 ل 4 نفس الكلام، هنكتب الرول بتاعها اللي هو k q 3 q 4 على r سكوير في الr يونت فيكتور. قلت اول حاجه بجيبها مين اليونت فيكتور، انا عايزه اجيب من 3 ل 4، يعني 3 هي الانيشال بوينت بتاعتي ويعني 4 هي الفاينل بوينت بتاعتي. يبقى انا هعمل ايه دلوقتي؟ هقول فاينل اللي هي 5 و5 ماينس انيشال اللي هي 5 و0، 5 ماينس 5 0 في الاي، 5 ماينس 0 5 في الجي. الماجنتيود عندي ب 5، هنقسم 5 على 5 هيبقى لنا اتجاه مين؟ اتجاه الجي. هنعوض k اللي هي 9 تايمز 10 باور 9، q 3 اللي هي 3 تايمز 10 باور نيجاتيف 9، q 4 3 تايمز 10 باور نيجاتيف 9، مسافه ما بين الاثنين 5 سنتيمتر، 5 تايمز 10 باور نيجاتيف 2 سكوير، r يونت فيكتور اللي هي في اتجاه الجي. نفس الكلام هنحسب الحسبة دي كلها كده برقم، فالمفروض انها هتطلع معايا ب 3.24 تايم 10 باور نيجاتيف 5 في اتجاه الجي. طيب انا دلوقتي جبت ده لوحده وجبت ده لوحده وجبت ده لوحده، انا اساسا هدفي ان انا اعمل ايه؟ ان انا اجمع الفورس من 1 ل 4 اللي انا لسه جايباها مع الفورس من 2 ل 4 اللي انا لسه جايباها مع الفورس من 3 ل 4 اللي انا لسه جايباها، بان انا اعمل لهم ادنج لبعض بالمنظر ده. طب انا بعمل ادنج للفكتورز ازاي؟ قال لك المفروض ان انت بتجمع اللي في الاي مع بعضه واللي في الجي مع بعضه، يعني كاني هاخد الاي من هنا كومن فاكتور والجي من هنا كومن فاكتور، فالفاينل انسر بتاعتي هتطلع 2.09 تايم 10 باور نيجاتيف 5 اي، وزيها في اتجاه الجي. لازم يا شباب قبل ما اكمل السؤال اسال نفسي على حاجه، طب هو انا دلوقتي السؤال طالب مني الفورس كفاكتور ولا كماجنتيود؟ قال لك الفورس بتاعتي هو طالبها مني كماجنتيود، هو عايز ماجنتيود الفورس. طب لما يطلب مني ماجنتيود الفورس بعمل ايه؟ بعمل ان انا بجيب سكوير روت الاف ماجنتيود هو سكوير روت اكس سكوير بلس واي سكوير، يبقى انا كده ده الاجابة بتاعت السؤال اللي هو طالب مني ماجنتيود الفورس. طيب ده كده اجابة على اول سؤال من شكل الاسئلة اللي هتيجي في الفورس. طيب نشوف سؤال تاني بيقول لي 3 point charges، عندي 3 شحنات موجودين على سيركل الريديس بتاعها اسمه R، الانجلز اللي موجودة في الرسمة 30 150 و 270. As shown in the figure if a charge 5 nano coulomb and a radius of a circle 5 centimeter. عايز the net force acting on the negative charge negative 2q اللي هي التشارج دي كده which lie on the y axis. ورقم b بيقول لي لو عندي positive charge with a value 10 micro coulomb placed at the center calculate the force acting on it due to the other three charges. ومديني ال value بتاعت ال k 9 times 10 power 9، طبعا دي 9 times 10 power 9 مش 109. طيب نفس الكلام انا اساسا عايزه اجيب ايه؟ خلينا في اول مطلوب الاول اللي هو عايزك تجيب النت فورس acting on a charge negative 2q. طب تعالوا نسمي اللي charges عشان ما نتوهش منها، هنسمي مثلا ال 2q دي هسميها q1، دي هسميها q2، ودي هسميها q3. قلت بعد ما بسمي اللي charges بسأل نفسي سؤال، هو انا اللي charge اللي عايزني اشتغل عندها حواليها كام charge؟ حواليها 2، يعني انا عندي كام فورس؟ عندي فورس من 2 على 1 وعندي فورس من 3 على 1، يبقى الفورس اكت التوتال فورس اكتنج اون ا كيو 1 هي اف من 2 الى 1 بلس فورس من 3 الى 1. بعد كده قلت قبل ما ابدا احل السؤال اعمل ايه؟ اسمي التشارجز بتاعتي واختار اي مكان في الرسمه يبقى هو ده الاوريجن بتاعي. سي مثلا انا هختار انه الاوريجن يبقى المكان بتاع تقاطع الاكس والواي اللي هو الاوريجن العادي اللي احنا عارفين. طيب انا دلوقتي عايزه امشي من الاوريجن لحد بوينت كيو، همشي ازاي؟ او همشي مثلا من الاوريجن لحد الكيو 2، نبداها الاول بكيو 2، همشي ازاي؟ لقيت ان انا همشي مسافه على اتجاه الاكس، طبعا الاول اللي معروفه بالنسبه لي اللي تشارج كيو 1 ان انا همشي مسافه 0 على الاكس، بس هنزل الراديوس دون اللي هو قايل ان هو ب 5، يعني هنزل في 0 ونيجاتيف 5 ده مكان اللي تشارج اللي هي كيو 1.
طب انا عشان امشي لكيوتو همشي ازاي؟ قال لك انت مش هتمشي الراديوس كله، انت هتمشي حته من الراديوس وبعد كده هتطلع الحته دي. طب انا عايزه اجيب المسافه اللي همشيها على الاكس قد ايه والمسافه اللي همشيها على الواي قد ايه. طب مش هو قايل لي ان الانجل دي كلها من هنا لهنا 150 وانا عندي اللاين الستريت لاين كله ب 180؟ يبقى انا اقدر ان انا اسمي اقول ان الحته دي هتبقى ب 30. ليه يا باشمهندسه ب 30؟ لان 150 ماينس 180 ماينس 150 هتدينا 130. طيب مش ده كده مثلث تراينجل وفي رايت انجل؟ يعني هقدر اقول ان الجزء اللي على الاكس ده بيساوي ار كوساين 30 واللي على الواي ده ار ساين 30. بس نخلي بالنا انه انا همشي على الاكس في النيجاتيف اكس، يعني هتبقى نيجاتيف 5 كوساين 30 على الاكس وهطلع 5 ساين 30 على الواي. طبعا نيجاتيف 5 كوساين 30 اللي هي تبقى نيجاتيف 5 روت 3 على 2، و5 ساين 30 اللي هي 5 على 2. يبقى ده كده الكوردينيت بتاعت التشارج دي. نفس الكلام لو انا عايزه امشي من الاوريجن لحد كيو 3 همشي ازاي؟ همشي مسافه على اتجاه الاكس وهطلع مسافه على اتجاه الواي. طبعا برضو دي بالنسبه لي اضلاع التراينجل اللي الانجل بتاعته دي كده ب 30، فاللي جنب الانجل الادجيسنت هيبقى كوزاين ار كوزاين 30 واللي قصاد الانجل هيبقى ار ساين 30. وبرضو هقدر اقول ان الكوردينيت بتاعت التشارج دي 5 كوزاين 30 و5 ساين 30، يعني 5 روت 3 على 2 في الاكس و5 على 2 في الواي. بكده انا هبقى عملت ايه يا باشمهندسه؟ هبقى سميت كل مكان في الرسمه عندي، ودلوقتي ابدا احل السؤال بتاعي عادي. اول حاجه انا عايزه اجيب الفورس من 2 الى 1، هجيبها ازاي؟ نعوض بالرول بتاعنا كي كيو 2 كيو 1 على ار سكوير في الار يونت فيكتور. برضو انا عايزه اجيب اليونت فيكتور بتاعي، عايزه امشي من اللي فين؟ من كيو 2 الى كيو 1، يعني كيو 2 هي الانيشال بوينت بتاعتي وكيو 1 هي الفاينل بوينت بتاعتي. يعني وانا بطرح هطرح مين ماينس مين؟ فاينل ماينس انيشال. يبقى اهو الار من 2 الى 1 فاينل اللي هي مكاني 0 نيجاتيف 5 ماينس انيشال اللي هي نيجاتيف 5 روت 3 على 2 و5 على 2. نطرح هتبقى 0 ماينس ماينس 5 روت 3 على 2 نيجاتيف نيجاتيف بوزيتيف، يعني هتبقى بوزيتيف 5 روت 3 على 2 في الاي، ونيجاتيف 5 نيجاتيف 5 اوفر 2 هتدينا على الكالكوليتور نيجاتيف 7.5 في اتجاه الجي. نجيب الماجنتيود سكوير روت اكس سكوير بلس واي سكوير هيطلع معايا 5 روت 2. نجيب اليونت فيكتور ان انا هقسم فيكتور على ماجنتيود هيطلع معايا في الاخر هاف في اتجاه الاي ماينس روت 3 على 2 في اتجاه الجي. يبقى انا كده جبت الفيكتور، بعد كده جبت الماجنتيود، بعد كده قسمت الاثنين على بعض وجبت اليونت فيكتور بتاعي. نعوض بقى اهو الكي 9 تايمز 10 باور 9، الكيو 2 اهي فين الكيو 2 اهي اللي هو قايل لي ان الكيوهات كلها 5 نانو يعني 5 تايم 10 باور نيجاتيف 9، الكيو 1 نيجاتيف 2 في 5 يعني هتبقى نيجاتيف 10 تايم 10 باور نيجاتيف 5. نيجي بقى على الديستنس، هي دي بقى التريك اللي انا كنت بقول عليها. انت عشان توصل ما بين التشارج دي والتشارج دي وتقعد تفكر انه قانون في الجيومتري بيجيب لي المسافة دي، هتقعد تفكر وقت كبير قوي مش هنخلص. طب ايه العمل؟ احنا حافظين انه الار الديستنس هي نفسها الار ماجنتيود. طب الار ماجنتيود كان بكام؟ 5 روت 3، يبقى الديستنس دي على طول ب 5 روت 3. بس ما انساش هي المسافات في الرسمه مديهاني بالمتر ولا بالسنتي؟ ارجع اشوف هو مين الديستنس اللي هو مديهاني في الرسمه؟ مديني الار اللي هو الراديوس، مش هو مديني الراديوس 5 سنتيمتر؟ يعني اي حاجه هتتجاب في الرسمه هيبقى وحدتها بالسنتي. يبقى انا لازم احول من سنتيمتر لمتر اللي هو ضربتها في تايم 10 باور نيجاتيف 2 سكوير، ونضرب في الار يونت فيكتور اللي هي هاف في اتجاه الاي ماينس روت 3 على 2 في اتجاه الجي. برضو نفس الكلام الجزء ده هيتحسب لوحده على الكالكوليتر، هيطلع عندي بيساوي نيجاتيف 6 تايم 10 باور نيجاتيف 5، وهنضربه مره في الهاف ومره في روت 3 على 2، يعني الفاينل انسر هتطلع بالمنظر ده للفورس من 2 الى 1.
تعالوا نكرر نفس العملية بالنسبة للفورس من 3 إلى 1. فين Q3 أهي، فين Q1 أهي. أنا عايزة أمشي من 3، يبقى 3 هي الانيشال بوينت بتاعتي، وعايزة أوصل ل1 يبقى 1 هي الفاينل بوينت بتاعتي. برضو أول حاجة أجيب اليونت فاكتور فاينل اللي هي 0 نيجاتيف 5 ماينس انيشال اللي هي 5 روت 3 على 2 و5 على 2. 0 ماينس 5 روت 3 على 2 أهو في الأي، نيجاتيف 5 نيجاتيف 5 اوفر 2 نيجاتيف 7.5 جي. نفس الماجنيتيود بتاعي هيطلع معايا ب 5 روت 3. نجيب اليونت فيكتور، نقسم فيكتور على ماجنيتيود. اما اجي اقسم الفيكتور على ماجنيتيود على كالكوليتر هيطلع دب هاف، واقسم الجي على الماجنيتيود هيطلع على كالكوليتر بروت 3 على 2. برضو نرجع للرول الاصلي ونعوض فيه، يبقى الفورس طبعا دي هنا الفورس، دي هنا الاف، من عشان الناس ما تتلخبطش، من 3 الى 1. الفورس من 3 الى 1 عوضت عن الكي اهي ب 9 تايمز 10 باور 9، عوضت عن الكيو 3 اهي بالفاليو بتاعتها 5 تايم 10 باور نيجاتيف 9، الكيو 1 بنيجاتيف 10 تايم 10 باور نيجاتيف 9. المسافه نفس الكلام، انا عشان اوصل ما بين التو تشارجز دول عشان اشوف انهو القانون هيجيب لي الديستنس دي مش هنخلص. طب ايه القانون اللي احنا حافظينه؟ انه اي ديستنس عندي هي نفسها الفاليو بتاعت مين؟ الماجنيتيود اللي هي تطلع 5 روت 3. يعني 5 روت 3 تايم 10 باور نيجاتيف 2 كل سكويرد، وهعوض بالفاليو بتاعت مين؟ بالفاليو بتاعت اليونت فيكتور عندي. بنفس الكلام هنحسب دي على الكالكوليتور على بعضها، هتطلع معايا برقم مضروب في الاي، نضربه مره في الاي نضربه مره في الجي، يعني ده الفاينل انسر بتاعتي. نرجع ونقول انا هدفي من السؤال اساسا ان انا بجمع الفورس من 2 الى 1 بلس الفورس من 3 الى 1، يبقى اهو الاف توتال ده الحاجه اللي طلعت من الفورس من 2 الى 1، وده الحاجه اللي طلعت من الفورس من 3 الى 1. هجمع، بجمع الفيكتورز ازاي؟ اللي في الاي مع اللي في الاي، واللي في الجي مع اللي في الجي. باين قوي انه اللي في الاي هنا بالبوزيتيف وهنا نفس الرقم، ده بالنيجاتيف وده بالبوزيتيف، هيطيروا مع بعض. يعني هجمع اللي في الجي ده بس مع اللي في الجي ده، يبقى الاف توتال بتاعتي هتطلع 1.039 تايم 10 باور نيجاتيف 4 في اتجاه الجي نيوتن. تمام كده يا شباب؟ طيب نشوف رقم بي في السؤال. كان بي في السؤال بيقول لي ايه؟ بيقول لي هو انا لو حاطط تشارج في الاوريجين الفاليو بتاعتها كام؟ 10 مايكرو كولوم. يبقى انا عندي هنا التشارج بتاعتي في الاوريجين هنا والفاليو بتاعتها بكام؟ ب 10 مايكرو كولوم. 10 اهي مايكرو كولوم. نشوف بقى هنعمل ايه؟ نفس الكلام دي بقى، خلاص انت مش هتحتاج تجيب بوينتس جديده، خلاص انت اوريدي مسمي مكان كل تشارج عندك في الرسمه بايه. هنعمل ايه؟ هنقول انه الاف توتال حواليها التشارج كيو 4 اللي هو عايزني اجيب عندها الفورس، يبقى بالنسبه لي هقول انه هي دي مثلا كيو 4 بتاعتي. كيو 4 دي حواليها كام تشارج؟ 1 و2 و3. يبقى الاف توتال قلنا كيو 4 هي فورس من 1 ل 4 بلس فورس من 2 ل 4 بلس فورس من 3 ل 4. نمسك اول واحده. بصوا يا شباب، ان الدرس ده عايز براكتس كتير، لكن لو انت فهمت سيكونس الحل هتلاقي كل الاسئله بتتحل بنفس الطريقه، وكل الاسئله هي نفس السؤال باختلاف رسمه الشكل اللي هو مديهولي. هنجيب الفورس من 1 ل 4، الرول بتاعها اهو. اول حاجه انا هجيب اليونت فيكتور، اليونت فيكتور اللي هو فاينل اللي هي 0 0 عشان دي اللي تشارج اللي عايز اشتغل عندها، ماينس انيشال 0 نيجاتيف 5، 0 ماينس 0 ب 0 في الاي، 0 نيجاتيف نيجاتيف 5 يعني نيجاتيف نيجاتيف بوزيتيف يعني تبقى 5 في اتجاه الجي، ماجنيتيود هيبقى ب 5، يونت فيكتور هيبقى 5 اوفر 5 هيبقى في اتجاه الجي. نطلع نعوض، يعني الكي 9 تايمز 10 باور 9، الكيو 1 انا عارفه الفاليو بتاعتها بنيجاتيف 10، الكيو 4 انا عارفه عندي انها ب 10. نخلي بالنا التركه اللي هنا انه اللي تشارج الجديده دي بالمايكرو يعني هتبقى تايم 10 باور نيجاتيف 6. المسافه ما بين الاثنين ده في السنتر ودي على السيرفيس، يعني المسافه ما بينهم هتبقى
radius بتاعي يعني هتبقى 5 تايم 10 باور نيجاتيف 2 كل سكويرد، واليونت فاكتور هيبقى في اتجاه الجي. برضو هنحسب دي على الكالكوليتر مع بعضها كده، هيطلع معايا برقم في اتجاه الجي نيجاتيف 0.36 في اتجاه الجي. تمام. طيب نمسك الفورس التانية، انا عايز اجيب الفورس من 2 ل 4، نفس الكلام هكتب الرول بتاعها. بعد كده هبدأ ان انا اجيب الار يونت فاكتور اهو، فاينل اللي هي التشارج اللي موجودة في الاوريجن، اللي هي التشارج اللي انا عايز اجيب عندها الفورس اساسا، اللي هي دي، ده التشارج اللي هي كيو 4 بتاعتي، اللي هي 0 0 ماينس كيو 2 مكانها نيجاتيف 5 روت 3 على 2 و 5 على 2. نطرح هتبقى 0 نيجاتيف نيجاتيف بوزيتيف يبقى 5 روت 3 على 2 في الاي، و 0 ماينس 5 على 2 يبقى نيجاتيف 5 على 2 في الجي. الماجنتيود سكوير روت اكس سكوير بلس واي سكوير هيبقى ب 5. يونت فاكتور هنقسم فاكتور على ماجنتيود، يعني في الاخر هيديني روت 3 على 2 في الاي ماينس هاف في اتجاه الجي. هنرجع نعوض فوق الكي نزلتها، كيو 2 5 تايم 10 باور نيجاتيف 9، كيو 4 10 التشارج اللي هي بوزيتيف دي 10 تايم 10 باور نيجاتيف 6. المسافه هي برضو واحده في السنتر وواحده على السيركل، يعني المسافه ما بينهم اللي هي الراديوس اللي هي 5 تايم 10 باور نيجاتيف 2 سكوير، واليونت فيكتور عندي تحت اهو هاخده اعوض بيه. نفس الكلام المكان ده كده كله على بعضه هيتضرب، هيطلع معايا برقم مضروب مره في الاي وهنضربه مره في الجي، يعني في الاخر هيطلع 0.1558 في اتجاه الاي ماينس 0.09 في اتجاه الجي، وهيبقى ده كده الفورس من 2 الى 4. نجيب تالت حاجه الفورس من 3 الى 4، عايز اجيب الفورس من 3 الى 4 يعني هتبقى برضو نكتب الرول بتاعنا، نجيب اليونت فيكتور من 3 الى 4، فين كيو 3 اهي، فين كيو 4 اللي هي في الاوريجن، يعني برضو هقول final minus initial. final q4 اللي انا عايز اجيب عندها اللي هي 0 0 minus initial اللي هي q3، 0 minus 5 root 3 على 2 negative 5 root 3 على 2، 0 minus 5 على 2 بنيجاتيف 5 على 2 في اتجاه الجي. magnitude هيبقى ب 5. طب unit vector اقسم vector على magnitude هيطلع negative root 3 على 2 في الاي negative half في اتجاه الجي. نرجع نعوض تعويض مباشر، k 9 times 10 power 9 q3 عندي b 5 times 10 power negative 9 q4 10 times 10 power negative 6 r unit r square ب 5 لانها distance 5 وطبعا بالسنتيمتر فهنضربها times 10 power negative 2 square، اليونت فيكتور هاخده وعوض بيه. نفس الكلام محدش يضرب كله على بعضه، احنا هنضرب الجزء ده لوحده الاول، هيطلع معايا رقم في الكالكوليتر اهو مضروب، هنضربه مره في الاي ومره في الجي، يعني فاينل انسر هتبقى رقم في اتجاه الاي بلس رقم في اتجاه الجي. طيب ايه اللي بعد كده عايزين نعمله؟ برضو نرجع نقول احنا عايزين نجيب مين الاف توتال. جبت الاف من 1 ل 4 اهي، وجبت الاف من 2 ل 4 اهي، وجبت الاف من 3 ل 4 اهي، انا عايز اجيب مين؟ عايز اجيب الاف توتال، يعني هجمع ده بلس ده بلس ده. طب انا بجمع الفاكتور ازاي؟ بجمع اللي في الاي يعني ده في الاي اهو مع ده في الاي لوحده، واللي في الجي مع اللي في الجي مع اللي في الجي. طب لو انا بصيت على اللي في الاي هلاقي انه الرقم اللي في البوزيتيف اي والرقم اللي في النيجاتيف اي زي بعض، بس ده بالبوزيتيف وده بالنيجاتيف هيطيروا مع بعض، يعني هنطير ده كده مع ده، يعني اللي هيبقى لنا مين؟ هنجمع ده اللي هو نيجاتيف 0.36 مع نيجاتيف 0.09 مع نيجاتيف 0.09، يعني هيبقى اهو 0.081 في اتجاه الجي، وهيبقى ده الفاينل انسر بتاع السؤال بتاعي، وطبعا اليونت بتاعتي بالنيوتن. تمام كده يا شباب؟ طيب كده احنا حلينا على الاشكال الهندسيه اللي ممكن تيجي. طب ايه يا باشمهندسه؟ برضو الناس بتلاحظ انها تركايه وساعات في ناس ما بتعرفش تحلها في الامتحان لما بيجي السؤال بالسيمبلز بالرموز، نفس الحل بالظبط. الفرق الوحيد في الخطوه الاخيره اني بدل ما بجمع على طول باخد كومن فاكتور الاول وبعد كده بجمع.
تعالوا نشوف سؤال يتحل بيه السيمبلز وبعد كده نشوف هنعمل ايه. ده سؤال نفس الكلام، نفس السيكونس اللي احنا ماشيين بيه، 4 charges 4 شحنات R of equal magnitude مساويين في المقدار are arranged at corner of the square of side L. طبعا السؤال هنا مشكورا جاي مرسوم، ادي تشارج الاولى اسمها نيجاتيف كيو، الثانيه اسمها كيو، الثالثه اسمها نيجاتيف كيو، الرابعه اسمها كيو، برضو حاطط لي الكوردينيتس بتاعت كل تشارج، يعني انا مش هوجع دماغي واجيب الكوردينيتس بتاعت كل تشارج عندي. هو بقى بيقول لك ايه؟ بيقول لي فايند ذا ماجنيتيود، عايز المقدار بتاع المقدار الماجنيتيود والدايركشن of a force exerted on these charges in a lower left corner. يعني هو عايز الفورس اللي موجودة على اللور ليفت كورنر. هي فين بقى اللور ليفت كورنر؟ لور يعني تحت، ليفت يعني شمال، يعني هو عايزني اجيب الفورس على التشارج اللي هي كيو 4. طبعا دي خلاص اول ستيب اللي هي ان انا بحط الاماكن الشحنات هو مجهزها لي. فبسأل نفسي سؤال، هو انا حوالين كيو 4 في كام تشارج؟ في 3، يعني الاف توتال عباره عن اف 14 بلس اف 24 بلس اف 34. طب الفورس من 1 ل 4 ادي الرول بتاعها اهو، تي كيو 1 كيو 4 على الار سكوير في الار يونت فيكتور. اول حاجه بعملها ان انا بعمل ايه؟ بجيب اليونت فيكتور اللي هو ار يونت فيكتور فاينل ماينس انيشال. انا عايز امشي من 1 الى 4، يبقى 1 هي الانيشال بوينت و 4 هي الفاينل بوينت، يبقى هقول final minus initial 0 0 minus L و 0 0 minus L negative L في ال I 0 minus 0 ب 0 في ال J. magnitude اللي هو square root negative L square اللي هي ب L. طب ال unit vector اقسم vector على magnitude، L هتروح مع L هيبقى لي negative I. نرجع بقى هنا نخلي بالنا، ما دامك السؤال جاي بالsimples يبقى ال K ما بعوضش بالرقم بتاعها، بنزل الكي بالسيمبل بتاعها كي زي ما هي، يبقى الكي هتنزل كي، كيو 1 هو قايل لي ان كيو 1 بنيجاتيف كيو، كيو 4 هو قايل لي ان كيو 4 بكيو، المسافه ما بين الاثنين هو قايل لي ان ده سكوير والديستنس كلها اسمها ال، او انا لسه جايبه الماجنيتيود بيساوي ال يعني هتبقى ال سكوير، والار يونت فيكتور هتبقى نيجاتيف اي. لو انا حبيت اعمل سمبليفيكيشن للخطوه دي فهضرب الكيو في الكيو، يعني هيبقى بالنسبه لي الاف بتساوي كي نيجاتيف كيو سكوير في ال سكوير، كل ده في اتجاه النيجاتيف اي. وبكده اكون انا خلصت اول ستيب عندي في ان انا عملت ايه، جبت الفورس من 1 ل 4. طيب نجيب الفورس من 2 ل 4، اول حاجه بكتب الرول، تاني حاجه بجيب اليونت فيكتور. انا عايز اجيب من 2 ل 4، يبقى 2 هي الانيشال و 4 هي الفاينل. فاينل 0 0 ماينس انيشال ال او ال، 0 ماينس ال نيجاتيف ال في الاي، 0 ماينس ال نيجاتيف ال في الجي، ار ماجنيتيود سكوير روت نيجاتيف ال سكوير بلس نيجاتيف ال سكوير، يعني هتبقى ال روت 2. طب دي برضو ساعات في ناس مش بتعرف تجيب ال روت 2 دي، لو انا عندي مش ده كده كانه 1 في ال سكوير بلس 1 في ال سكوير، يعني دي كانها هتبقى سكوير روت 2 في ال سكوير. طب لو انا طلعت بره السكوير هيطلع بره الروت، يعني ال سكوير لما تطلع بره الروت هتطلع بكام؟ هتطلع ب ال، لكن ال 2 لما مش هتعرف تطلع بره الروت فيعني هتبقى ال روت 2. نقسم فيكتور على ماجنيتيود عشان اجيب اليونت فيكتور، فهتبقى نيجاتيف ال على ال روت 2 في اتجاه الاي، ونيجاتيف ال على ال روت 2 في اتجاه الجي، ال هتروح مع ال يعني هيبقى لي نيجاتيف 1 اوفر روت 2 اي ماينس 1 اوفر روت 2 في الجي. يبقى كده انا عندي الفورس هنعوض الكي هننزلها كي، كيو 2 هو قايل لي انها بكيو، كيو 4 هو قايل لي انها بكيو، المسافه مش محتاجه ارسم بقى واضيع وقت، انا عارفه ان ده هيطلع بال روت 2 يعني تبقى ال روت 2 سكوير، ار يونت فيكتور هتبقى نيجاتيف 1 على روت 2 اي ماينس 1 اوفر روت 2 في الجي. طب انا عايزه اعمل سمبليفيكيشن للخطوه اعمل ايه؟ انا عندي الكيو مضروبه في الكيو يعني هتبقى كيو سكوير، وال روت 2 كلها سكوير هوزع السكوير على الاثنين يعني هتبقى كي كيو سكوير ال سكوير هتنزل
روت 2 سكوير ب2 يعني هتبقى 2 ال سكوير، والنيجاتيف اي نيجاتيف 1 روت 2 اي نيجاتيف 1 روت 2 جي. عايز تسيبها لحد الخطوه دي اوكي مفيش مشكله، عايز تدخل ده تضربه مره هنا وتضربه مره هنا برضو مفيش مشكله. لو ضربت هيبقى كي في كيو سكوير في نيجاتيف 1 اهو، كي نيجاتيف كيو سكوير وطبعا دي ال، فهتبقى 2 ال سكوير روت 2 اهي، 2 روت 2 ال سكوير في الاي. كي في كيو سكوير في نيجاتيف 1 هتبقى نيجاتيف كي في كيو سكوير، 2 ال سكوير في روت 2 هتبقى 2 روت 2 ال سكوير في اتجاه الجي، ويبقى انا كده جبت الاف من 2 ل 4. تالت حاجه نجيب الاف من 3 ل 4، نفس الكلام ونفس الخطوات. اول حاجه بجيب اليونت فيكتور، انا عايزه امشي من 3 لحد 4، يعني 4 هي الفاينل و3 هي الانيشيال، يبقى عندي هتبقى فاينل ماينس انيشيال اللي هي 0 0 ماينس 0 ال، 0 ماينس 0 ب 0 في الاي، 0 ماينس ال نيجاتيف ال في الجي، ماجنتيود هيبقى ب ال. يونت فيكتور طير ال دي مع ال دي، اقسم فيكتور على ماجنتيود هيبقى لي في اتجاه مين؟ النيجاتيف جي. يبقى نرجع نعوض، الكي هنزلها بكي، كيو 3 هنزلها بنيجاتيف كيو، كيو 4 هتبقى بكيو، ال ار سكوير هتبقى ب ال، تبقى ال سكوير، ار يونت فيكتور هعوض عنها بنيجاتيف جي، هنضرب هتبقى كي نيجاتيف كيو سكوير على ال سكوير في اتجاه النيجاتيف جي. انا اساسا عايزه اجمع، هجمع ال F14 اهي، ده الرقم اللي طلع من F14 وده اللي طلع من F24.